هو جسم الإنسان بيموت على مرحلة واحدة ولا على أكتر من مرحلة؟ في حاجة اسمها الموت الجسدي أو الموت الإكلينيكي أو سوماتيك ديث، وده بيعني توقف الوظائف الحيوية الرئيسية اللي هي للمخ والقلب والرئتين، توقف غير قابل للعودة، وبالتالي يعني الإنسان كوحدة مات ولن يعود للحياة مرة أخرى. ولكن مع ذلك إنه بالرغم إن الإنسان مات إلا إنه لسه خلايا الأنسجة المختلفة لسه شغالة. ده عشان كده في حاجة تانية اسمها الموت الخلوي، والموت الخلوي ده أو الموت الجزيئي أو السيلولار ديث، ده بيعني إن خلايا الأنسجة المختلفة بالرغم من موت الإنسان كوحدة إلا إنها تظل تعمل لفترات مختلفة طبقا لطبيعة كل نسيج. فعلى سبيل المثال أنسجة القلب والرئتين ممكن يعيشوا 4 ساعات بعد الوفاة، نسيج الكبد يعيش 12 ساعة، الكلى تعيش 36 ساعة، القرنية تعيش بضعة أيام. والفترة ما بين الموت الجسدي والموت الخلوي هي الفترة اللي بيتم فيها استئصال الأعضاء عشان يزرعوها لشخص آخر، وعشان كده كل ما خدوا النسيج بدري بعد الموت الجسدي مباشرة كل ما كانت فرصة نجاح عملية زراعة الأعضاء عالية جدا.